الأخ العضو المحترم كان المفروض يعني اختياره للاستجواب أن يكون في وقت ملائم. إحنا اليوم يا أخوان عندنا قرارات ومشاريع تهم مصلحة البلد وأيضاً تهم أهل الكويت. هذا كان المفروض اليوم أن نقرها، مثل ما قالوا بعض الأخوان اللي الآن طلبوا طلب للأخ رئيس مجلس الأمة بأن نستمر حتى ننتهي من القوانين اللي موجودة بعد الاستجواب. فهذا دليل واضح على أن هناك قوانين تهم البلد وتهم المواطن. يا أخوان، يعني بس أبيكم تكونون يعني أمر الحكومة والمجلس تدرون كم؟ ترى عمر الحكومة ما كملت 6 أشهر مع المجلس، 6 شهور ما كملنا، يعني بندخل الشهر القادم إن نكمل 6 شهور. 6 شهور وإخواني أعضاء المجلس موجودين، شنو اللي عملناه خلال 6 شهور؟ شنو اللي سويناه؟ إن كان وبشهادة العم أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة قالها في دواوين خارجية وقالها في المجلس وأعلن فيها في كل مكان يروح له الله يسلمه، إن ما شاف هذا التعاون ما بين المجلس والحكومة، وصفها بتاريخية. يعني بعد كلمة العم أحمد الله يحفظه، شنو تبون؟ وأشاد، والعم أحمد معروف عنه صريح ما يجامل. إذن إن كان هذا الكلام يطلع من رجل مخضرم عاش أكثر واحد في قاعة عبد الله السالم يقول هذا الكلام، ومن أول مرة يقول هذا الكلام، أول مرة المجلس الحالي مع الحكومة الحالية، والأخ الفاضل المستجوب يقول إن إحنا مقصرين في أمور كثيرة وإن إحنا ما قمنا بواجبنا.